الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، نشرة الأخبار من القاهرة الإخبارية، أهلا بكم. البداية بالعناوين. ارتفاع ضحايا العملية الإسرائيلية التي استهدفت سيارة تقل عمال إغاثة تابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة إلى 7 قتلى بينهم 6 أجانب. فرنسا تقترح مشروع قرار بمجلس الأمن يبحث خيارات لمراقبة أممية لهدنة محتملة في قطاع غزة. واليوم مجلس الأمن يعقد جلسة عاجلة بطلب من روسيا بشأن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق. البداية من قطاع غزة. شهداء، قصف، دمار، جوع، فيش أكل. قتل 7 موظفين من منظمة المطبخ المركزي العالمي في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت سيارتهم جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. أفاد مراسلنا بوصول جثمان موظف أمريكي وآخر كندي من العاملين بمنظمة المطبخ المركزي العالمي لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. هذا وقتل 5 موظفين آخرون من المنظمة يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وأيرلندا وبريطانيا وفلسطين. أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي تعليق أنشطتها في قطاع غزة بعد مقتل عدد من موظفيها في غارة إسرائيلية رغم التنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت المنظمة إلى أن موظفيها كانوا يتحركون في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة أخرى تحمل شعارها. هذا وأشارت المنظمة إلى أن الهجمات الإسرائيلية تستهدف كل المنظمات الإنسانية في القطاع، ما يخالف كل الأعراف والقوانين. من جهته قال خوسيه أندرياس مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي إن على إسرائيل التوقف عن القتل العشوائي وتقييد المساعدات الإنسانية وقتل المدنيين وعمال الإغاثة واستخدام الغذاء كسلاح.
هذا وأكدت أستراليا مقتل موظفة أسترالية تعمل في مجال الإغاثة في قطاع غزة. وطالب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إسرائيل بالقيام بالمحاسبة الكاملة في هذا الحادث. هذا وقال ألبانيزي أن المدنيين الأبرياء والذين يقومون بأعمال إنسانية بحاجة إلى الحماية، مشددا على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة إلى جانب تقديم المزيد من المساعدات لمساعدة أولئك الذين يعانون. هذا وأعرب البيت الأبيض عن أسفه لمقتل موظفي إغاثة أجانب في غارة إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة. من جهتها طالبت الخارجية الأمريكية إسرائيل بالتحقيق بشكل سريع في هذا الحادث. ومن جانبها أدانت دوائر فلسطينية الهجوم الذي شنته إسرائيل على موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي في دير البلح وسط قطاع غزة. وذكر مسؤولون فلسطينيون أن هذا الهجوم يهدف إلى إرهاب العاملين في الوكالات الإنسانية الدولية لمنعهم من مواصلة مهامهم الإنسانية. واعتبر المسؤولون أن هذا الهجوم يعكس الاستخفاف الإسرائيلي بشعوب العالم وبالمنظومة الدولية. في المقابل أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان بأنه يجري مراجعة شاملة للوقوف على ملابسات مقتل عدد من موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي. وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية تعمل عن كثب وعلى أعلى المستويات لمعرفة كل تفاصيل الحادث. من مدينة أوتاوا ينضم إلينا زهير الشاعر، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني. أهلا بك في هذه النشرة. بداية، إلى أين يتجه مسار رد الفعل الكندي بعد مقتل موظفي المطبخ المركزي العالمي في هذه الأوقات؟ يعني أنا في تقديري أن الموقف الكندي لم يتضح بعد من هذه العملية حقيقة الوحشية. وننتظر، كما تعلم أن الساعة الآن في العاصمة الكندية أوتاوا تقارب الثانية بعد منتصف الليل، وبالتالي ننتظر صباح الغد حتى يتضح الموقف الكندي تجاه هذه العملية. ولكن في تقديري أن كندا ستحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية باستنكار وشجب هذه العملية ورفض هذه العملية، وستنتقد، ستوجه انتقادا لاذعا لإسرائيل، خاصة أن كندا الآن تبلور موقفا أكثر تقدما باتجاه المطالبة بوقف إطلاق النار والحرص على إدخال المواد الغذائية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. لكن هل ربما يتحول الموقف من الاستنكار إلى الإدانة الدبلوماسية والسياسية إلى الضغط حتى السياسي والدبلوماسي، ليس فقط على إسرائيل ولكن على الولايات المتحدة الأمريكية، كي تسحب الدعم العسكري أو على الأقل توقفه في الأوقات الحالية؟ يعني في تقديري أن الأمر، أن الموقف الكندي لن يرتقي لمستوى الضغط على الولايات المتحدة أو لمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بوقف دعم إسرائيل بالسلاح. يعني كما تعلم أن العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لربما لا تسمح بهذا الأمر، ولكن لربما أن الحكومة الكندية تستطيع أن توجه توبيخا لحكومة إسرائيل، وهذا لربما أن يكون ممكنا، خاصة أن الحكومة الكندية الآن الحكومة الليبرالية تحتاج تقديم نفسها بشكل أكثر قوة اتجاه أو أمام الناخبين في الناخبين العرب والمسلمين في كندا، خاصة أن يعني استطلاعات الرأي اتجاه الحكومة الكندية لربما أن تكون مربكة أو لربما أن تكون مقلقة، وبالتالي
الحكومة الكندية تحتاج إلى تحسين هذه الصورة الآن، وبالتالي نتوقع أن يصدر موقفا أكثر قوة مما سبق اتجاه هذا الأمر، خاصة أن هناك مواطن يحمل الجنسية الكندية من ضمن هؤلاء الضحايا. صحيح. الذين سقطوا نتيجة هذه العملية الوحشية أو فعلا التي بالإمكان وصفها بالعملية البربرية اتجاه هؤلاء الضحايا من المنظمة الإغاثية الإنسانية. أخيرا، ماذا تقول الدوائر السياسية الداخلية بكندا وغير السياسية أيضا اتجاه هذا الأمر أم بشكل عام اتجاه فيما يتعلق بهذه العملية بالتحديد، استهداف موظفي المطبخ المركزي العالمي ويعني مقتل جنسية كندية في هذه العملية؟ يعني في تقديري أن الأمر كما قلت لك لا زال الأمر مبكرا لمعرفة الموقف الكندي سواء على المستوى الشعبي أو حتى على المستوى الرسمي في كندا، ولكن في تقديري أن الموقف سيكون موحدا اتجاه هذا الأمر، وسيكون هناك استنكار ورفض لهذه العملية، وسيكون لربما يرتقي إلى مطالبة الحكومة التي لربما تصدر بيانا باستنكار وإدانة هذا الأمر بشكل واضح. نعم. ولربما يصل إلى مستوى توبيخ حكومة إسرائيل، ولكن في تقديري أن خطورة هذا الأمر تكمن في أن إسرائيل لم تعد تضع أي اعتبار لأي خطوط حمراء، ويبدو بأنها بالفعل فقدت صوابها وتريد أن تخلط الأوراق من خلال توسيع رقعة الحرب على ما يبدو. وفي تقديرك إلى ماذا ستؤدي هذه العملية من الناحية السياسية والدبلوماسية؟ هل ربما تقود أي جهود دولية لوقف إطلاق النار؟ يعني الحراك الذي يسير في يعني الحراك الذي تقوده القاهرة والدوحة الآن في اتجاه يعني متطلبات وقف إطلاق النار، في تقديري سيكون الجميع سيحرص على استمراره، خاصة بأن هناك يوجد بارقة أمل أو تطور ما بأن إسرائيل تراجعت نوعا ما عن موقفها الرافض لإعادة النازحين إلى شمال قطاع غزة، وبالتالي هذا الأمر لربما لا يؤثر كثيرا، ولكن سيعرقل أو لربما يقوي المفاوض الفلسطيني أكثر، ويجعل إسرائيل في مأزق حقيقي في لأن إسرائيل عمليا في هذه العملية خسرت أمام الرأي العام الدولي وخسرت أمام المجتمع الدولي أيضا الكثير. نعم. في هذه العملية في تقدير ذلك. من أوتاوا كندا، زهير الشاعر، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. من سيدني ينضم إلينا أحمد الياسري، رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك سيد أحمد. كيف تابعت ردود الفعل الأسترالية فيما يتعلق بهذه العملية، عملية استهداف موظفي المطبخ المركزي العالمي، وخاصة وأن من ضمن الضحايا من الجنسية الأسترالية؟ تحية لحضرتك أستاذ كريم، وتحية لجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. طبعا غضب شديد على المستوى الرسمي الحكومي، عبر عن يعني عن هذا الغضب بيان البنيزي رئيس الوزراء الاسترالي الذي ادان مقتل زوبو فرانكو الموظفه الاستراليه الموجوده في يعني التابع يعني هذه المنظمه الغير ربحيه، المنظمه التي يعني تهتم بمساعده واغاثه الفقراء في العالم يعني. ولذلك تم استدعاء السفير الإسرائيلي في كامبرا، يعني الإجراءات الأسترالية كانت سريعة الحقيقة وردة فعل. تم يعني استدعاء السفير تم استدعاء. نعم. السفير الإسرائيلي في كامبرا وإعطاء يعني إعطاء مذكرة اعتراض أسترالية، ويعني بنهجة شديدة جدا، واستراليا بدأت تصعد. يعني هي منذ فترة الحقيقة حكومة حزب العمال في استراليا تبنت يعني موقف إنهاء النزاع في غزة وإيقاف مستديم
إطلاق النار. هذا الموقف الاسترالي الذي تفاعل في الفترة الأخيرة بسبب يعني أسباب متعددة خارجية وداخلية، ولكن ارتأت حكومة حزب العمال أن يكون الموقف الرسمي هو موقف إنساني يعني بعيدا. وإلى أي مرحلة سيد أحمد ربما يعني يتصاعد الموقف الأسترالي في الفترة القادمة؟ يعني أنا أجد مش فقط الموقف الأسترالي، المواقف الغربية حتى الموقف الأمريكي هناك تحولات بشكل تدرجي يعني تجاه حكومة نتنياهو تحديدا، يعني وبدأت تحصل عملية تصل. يعني الآن الدعاية الإسرائيلية كانت تروج أنه الحركات الفلسطينية هي التي تقتل الأبرياء وتقتل من يساعد الأبرياء، ولكن على أرض الواقع هذه الحكومات الغربية تحرج أمام شعوبها لأنها تجد من يقتل الأبرياء هم الجيش الإسرائيلي يعني، ومن يريد أن يساعد الأبرياء من الدول الغربية أيضا يقتل. بمعنى أستراليا لم يعني تستنكر عمليات قتل الأستراليين في هذه المعركة لأنها لم تحصل يعني، ولكنها بدأت تحصل عبر الجيش الإسرائيلي. ولذلك أنا أحرجت يعني حكومة حزب العمال، وبدأ البنيزي يعني بأشد العبارات يهاجم الحكومة الإسرائيلية. ولكن سيد أحمد يعني مسألة الاستنكار بأشد العبارات يعني هي ليست بالجديدة على الحكومات الغربية بشكل عام، يعني بالتحديد أو بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية كانت تستنكر بعض الأفعال من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبعض العبارات التي ربما تصل إلى مرحلة الإدانة إن كانت بشكل غير مباشر، ولكن هل هناك أي آليات حقيقية وردود فعل سياسية ودبلوماسية وأيضا فيما يتعلق بالدعم العسكري والحقيقي تجاه إسرائيل ربما يتأثر بهذه العملية؟ ممكن أن يحصل هذا السيناريو، ولكن هذا عمليات الدعم البريطاني أو الأسترالي أو الكندي هي مرتبطة بالموقف العسكري الأمريكي الحقيقي. يعني تعرف حضرتك هناك حلف يعني هذه الدول يعني لديها معاهدات عسكرية وتتحرك بشكل منظومي، فالأمر مرتبط عسكريا أتحدث مرتبط بالموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي حصل في دعم الأنواع التراجع للضغط على حكومة نتنياهو، ولذلك أرسل يعني أو كان يريد أن يرسل وفد نتنياهو إلى البيت الأبيض لمناقشة يعني عملية التباعد حول الهدنة وقضية إطلاق سلاح الرهائن في مقابل يعني التهدئة وفي قطاع غزة وعدم دخول رفح. هذه النقاط التي يعني بدأت وصلت إلى حالة صدام، ولذلك أنا أجد الموقف الدول الغربية المتحالفة عسكريا مع الولايات المتحدة بدأ يتغير أيضا، ولكن هناك فاعل جديد أو متحول جديد هو استهداف رعاية هذه الدول. هذا موضوع مختلف، هذا موضوع إنساني يحرج حكومات هذه الدول مع شعوبها مش مع إسرائيل أو مع العالم. هنا يجب يعني مطالبة بموقف رسمي. أنا أعتقد العلاقة بين حكومة حزب العمال الأسترالية بقيادة البنيزي وحكومة نتنياهو اليمينية بدأت تتعقد الحقيقة، وبدأت يعني التعقيد التدرجي أنا أسميه يعني بالضغط من الشارع يعني المظاهرات في بداية يعني قبل 180 يوما تقريبا 6 أشهر صار من الحرب. الموقف الأسترالي كان داعم لإسرائيل، ثم بدأ يعني تدريجيا يتغير هذا الموقف. أنا أعتقد قتل شخص أسترالي بهذا الشكل المروع وما تناقلته وسائل الإعلام الأسترالية بالضغط على حكومة البنيزي وموقف حكومة البنيزي المتلاعب مع هذا الضغط، هذا قد يخلق مواقف متحولة على مستوى يعني المنظمة الدولية. المنظمة الدولية أستراليا ممكن أن تدخل في نزاع دبلوماسي مع إسرائيل، لا أحد يعرف، ولكن حتى هذه اللحظة بدأت العلاقة تتعقد بشكل واضح. من سيدني سيد أحمد الياسيري رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك.
استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية جنوبية قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال استهدف عددا من المنازل المأهولة وسط مدينة رفح الفلسطينية. من جهة أخرى استشهد طفل وأصيب نحو 20 شخصا آخرين جراء استهداف مسجد البشير في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، تستخدم قوات الاحتلال أنواع مختلفة من الأسلحة ليسقط مزيد من الشهداء والمصابين الفلسطينيين. الطائرات المسيرة واحدة من الأسلحة التي أصبحت أساسية لدى إسرائيل لاستخدامها في قطاع غزة لأسباب عدة منها تكلفتها الرخيصة. لم يكتف الاحتلال الإسرائيلي في حربه الشرسة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة باستخدام كل ما يمتلك ويحصل عليه من أسلحة، بل زاد باستخدام الطائرات المسيرة التي أصبحت واحدة من أهم الأدوات الأساسية التي يستخدمها جيش الاحتلال بإسقاط المزيد من الشهداء والمصابين الفلسطينيين في قطاع غزة. فالطائرات المسيرة توجه عن بعد أو تبرمج مسبقاً لطريق تسلكه، وفي الغالب تحمل أجهزة ككاميرات أو قذائف لأداء مهامها، والاستخدام الأكبر لها هو في الأغراض العسكرية. والسؤال، لماذا تستخدم إسرائيل طائرات الدرون؟ الإجابة، لأنها طائرات تكلفتها رخيصة، إلى جانب أنها أكثر فاعلية بالمناطق ذات الكثافة السكانية بقطاع غزة، والأهم أنها تسير عن بعد فتحمي جنود الاحتلال من خطر المواجهات. طائرات الدرون يمكنها تنفيذ هجمات ضد أهداف حيوية، كما أن بعض الطائرات تمتلك القدرة على التحليق على ارتفاعات شاهقة ولأكثر من 20 ساعة في الجو. مهام الطائرات المسيرة تبدأ من المراقبة وجمع المعلومات وصولاً إلى شن ضربات هجومية مباشرة، مما يعيد تشكيل أساليب واستراتيجيات خوض الحروب المعاصرة والمستقبلية. العديد من المنظمات الدولية ومنها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رأى أنه يجب أن تستخدم الطائرات المسيرة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني المعمول بها في سياق النزاعات المسلحة، مثلها مثل أي سلاح آخر يسمح باستخدامه. وما زالت قوات الاحتلال تضيق الخناق جواً وبراً وبحراً على الفلسطينيين في قطاع غزة دون أدنى مراعاة لشهر رمضان. سحر معايا وقاعد الصبح عندي يما، وغسال واللي بيسواعي الحلوة، وطلع يما والله طلع زي العريس، والله زي العريس. أو الاستجابة للأصوات الدولية التي تتعالى لتنادي بشكل شبه يومي بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي يتألم مما يشهده من تدمير. اقترحت فرنسا مشروع قرار بمجلس الأمن يبحث خيارات لمراقبة من الأمم المتحدة لهدنة محتملة في قطاع غزة. وقال سفير فرنسا بالأمم المتحدة نيكولا دي ريفير إن مشروع القرار الذي قدمته باريس طموح، ويطلب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المحتجزين في القطاع. من جانبه أعلن البيت الأبيض أن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي أجريا مباحثات بناءة على مدار ساعتين بشأن رفح الفلسطينية، وأشار إلى أن الجانب الأمريكي أبدى قلقه للإسرائيليين إزاء مسارات العمل المختلفة في رفح الفلسطينية. وأوضح البيت الأبيض أن الجانب الإسرائيلي وافق على أخذ المخاوف الأمريكية بعين الاعتبار ومتابعة المباحثات بين الخبراء بشأن رفح الفلسطينية. كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يقود المحادثات من الجانب الأمريكي مع الإسرائيليين بشأن رفح الفلسطينية.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. وفي بيانها ذكرت الخارجية الأمريكية أن عباس وبلينكين شددا على ضرورة استمرار المساعي لوقف إطلاق النار في القطاع. وأكد بلينكين مجددا أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة التي عينها عباس الشهر الماضي. نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمريكية قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس بيع طائرات وذخائر لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 18 مليار دولار، وأكدت أن تلك الصفقة تتضمن بيع 50 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-15. وتعد هذه الصفقة الأكبر في المبيعات العسكرية الأمريكية لإسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر الماضي. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ضرورة التوصل لهدنة إنسانية ووقف فوري لإطلاق النار في غزة، وجدد الجانبان رفضهما لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، وحذرا من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية. كما شدد الرئيس المصري وملك الأردن على التمسك بحل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كأساس للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية. أعلنت اليابان استئناف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وبموجب القرار تعاود طوكيو دعمها للوكالة التي تعد أكبر هيئة إغاثة عاملة في غزة. كانت أستراليا وكندا وفنلندا والسويد قد أعلنت في وقت سابق استئناف تمويلها لأونروا بعد توقف بسبب مزاعم إسرائيلية بأن موظفين بأونروا متورطون في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشمالية من مدينة قلقيلية وعددا آخر من مدن وبلدات الضفة الغربية. ومن جهتها أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمتها مخيم قلنديا بشمال شرق القدس المحتلة. أفاد مراسلنا بإطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه إحدى المستوطنات الإسرائيلية بالجليل. من جهته أعلن حزب الله اللبناني قصف مقر قيادة كتيبة ليمان الإسرائيلية بالجليل الغربي. تشهد الحدود الجنوبية منذ 7 أكتوبر الماضي تصعيدا كبيرا بين جيش الاحتلال وحزب الله، حيث يتبادل الجانبان القصف على أهداف مختلفة بالمناطق الحدودية. هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان عقب سقوط 9 صواريخ قرب الحدود الجنوبية. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أن رئيس الأركان هيرسي هالفي أجرى تقييما أمنيا في القيادة الشمالية وصدق على خطط عسكرية للمراحل القادمة من القتال مع حزب الله اللبناني.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير زورق مسير تابع للحوثيين. وأوضحت القيادة المركزية في بيانها أن الزورق المسير شكل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وأشار البيان إلى أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات الضرورية لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر. من جانبها أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن وقوع حادث على بعد 150 ميلا بحريا شمال غربي ميناء الحديدة اليمني في البحر الأحمر. وتشهد منطقة البحر الأحمر توترات متصاعدة منذ إعلان الحوثيين استهداف السفن التجارية المتجهة للموانئ الإسرائيلية وتأكيدها على الاستمرار في تلك الاستهدافات حتى يتوقف عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. في تجربة صاروخية جديدة، كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان. أهلا بكم من جديد. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة عاجلة اليوم بطلب من روسيا بشأن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. وأوضح ديمتري بوليانسكين نائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن الإيرانيين طلبوا من مجلس الأمن إدانة هذا العمل. وأشار إلى أن موسكو وبناء على التوجه الإيراني طلبت عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من نيويورك ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية. ياسر أهلا بك، ومزيد من التفاصيل والأخبار حول هذه الجلسة العاجلة المرتقبة في مجلس الأمن الدولي. كريم تحياتي لك وللسادة المشاهدين. بالفعل هذه الجلسة قد طلبها الجانب الإيراني وأوصلها لمجلس الأمن المندوب الروسي داخل مجلس الأمن، وهو عضو دائم في مجلس الأمن من الخمسة الكبار. يعني هذا جاء كريم بعد الهجوم السافر على القنصلية الإيرانية في سوريا، وأيضا كان هناك من ردود الأفعال الكثير، ولكن هذه الجلسة سوف تكون جلسة مفتوحة في تمام الساعة 3 بتوقيت نيويورك. كان السفير الإيراني كريم قد تحدث بأنه قال بأننا سوف نحتفظ من جانبنا بحق الرد. كذلك كان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان كان قد تحدث تعقيبا على هذا الهجوم بأنه يعد خرقا لكل المواثيق الدولية. كريم، كان هناك أيضا العديد من ردود الأفعال بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية والبيت الأبيض، الذي قال في وقت سابق بأنه ليس لديه أي علم بهذا الهجوم. كذلك كانت هناك ردود أفعال عربية وأيضا عالمية، منها مصر والسعودية ودول والمغرب ودول عربية كثيرة قامت بإدانة هذا الهجوم على السفارة الإيرانية في سوريا. وكالة بلومبرج كريم أيضا قد تحدثت بأن الحرب بين إسرائيل وإيران كانت في الظل، ولكن بهذا الهجوم وصلت إلى مرحلة خطيرة، هكذا وصفتها. أما الخارجية الروسية أيضا قد وصفت هذا الهجوم بأنه أمر غير مقبول. كريم، يعني على الرغم بأن هذه الجلسة هي جلسة عاجلة سوف تكون مفتوحة بها من الكلمات من 15 دولة، منهم 5 دائمين وأيضا 10 غير دائمين، وقد يكون هناك كلمة أيضا للسفير أو المندوب الإيراني داخل مجلس الأمن، وكذلك
المندوب الإسرائيلي إذا ما طلب الكلمة. ولكن يعني دعني أقول لك، لا أريد أن أتشائم في هذه الظروف، ولكن مجلس الأمن ليس ببعيد في مشروع القرار الأخير الذي يعني قام بوقف إطلاق النار وصوتت عليه 14 دولة، ولكن حتى هذه اللحظة إسرائيل تقوم بكل عنجهية بهذه الحرب. أيضا استمعت إلى الخبر الذي تفضلت به كريم، وهو الخاص بروسيا في مجلس أو فرنسا بمجلس الأمن، والذي تريد فيه أيضا بمسألة إقامة الدولة الفلسطينية. هذا جيد للغاية، ولكن يعني هناك أحاديث كثيرة، وهناك يعني شبه توافق من الإدارة الأمريكية. ولكن اتساقا بهذه الأخبار بمجلس الأمن أيضا، دعني أقول لك بأن السفير الفلسطيني رياض منصور أيضا قد طالب في حديث اليوم مع رويترز، قد طالب بأن يكون هناك يعني تصويت كامل ووضعية كاملة لدولة فلسطين للعضوية الكاملة. نعم. داخل الأمم المتحدة، حيث أنها كما تعلم لا تحظى بالعضوية. نعم. الكاملة، وهذا ما تريده الدول العربية. على أي حال سوف ننتظر. نعم. الكلمات في تمام الساعة 3، ونوافيكم كريم بهذه الأخبار من مجلس. نعم. الأمن. شكرا لك ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك. عقد مجلس الأمن القومي الإيراني اجتماعا الليلة الماضية بشأن الهجوم على القنصلية الإيرانية، وأشار إلى أنه اتخذ القرارات المناسبة بشأن الهجوم من دون مزيد من التفاصيل. من جانبه حمل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إسرائيل، حمل إسرائيل مسؤولية تبعات الهجوم على مبنى قنصلية بلاده في دمشق، وقال في اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد إن الهجوم على مبنى القنصلية يشكل خرقا لكل المواثيق الدولية. هذا وأدان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الهجوم الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأكد أن الهجوم لن يؤثر على العلاقات التي تربط بين إيران وسوريا. عن تعازينا على الخسائر البشرية وعن حزننا على هذه الضربات التي توجه دون أي مبرر ضد مؤسسات دبلوماسية، وأكدنا على ضرورة استمرار العلاقات السورية الإيرانية لأنها مبنية على الأخلاق ومبنية على القيم. على جانب آخر، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن على علم بالتقارير بشأن غارات جوية إسرائيلية بدمشق، وأشارت إلى أن التقارير تفيد بأن الغارة استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في وقت سابق أمس الاثنين. وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن هذا الأمر قيد البحث من دون الحديث عن أي تفاصيل أخرى. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش في حالة تأهب قصوى تحسبا لعمليات انتقامية من الفصائل المسلحة التابعة لإيران. وأضاف الموقع أن تل أبيب لم تطلب موافقة واشنطن لتنفيذ العملية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق. هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب رفعت درجة التأهب الأمني في جميع بعثاتها الدبلوماسية. أعلن برلمان البحر الأبيض المتوسط اختيار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمنحه جائزة برلمان البحر الأبيض المتوسط لهذا العام بعنوان بطل السلام. وفي بيان للبرلمان أوضح أن اختيار الرئيس المصري لجهوده في تحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل إيصال المساعدات الحيوية إلى الفلسطينيين ما أدى لدور محوري في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. هذا وذكر البيان أن الإعلان الرسمي عن الجائزة سيتم خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العامة 18 للمنظمة، والمقرر عقدها في 15 من مايو القادم في براغا بالبرتغال. وسيكرم الحفل القيادة المثالية للرئيس المصري ومساهمته الجديرة بالثناء في تعزيز السلام والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه الساحل الشرقي، وقال خفر السواحل الياباني إن الصاروخ سقط بالفعل في البحر،
وتعمل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على توسيع تعاونهم الأمني لمواجهة الطموحات العسكرية لبيونغ يانغ. رفعت الحكومة الفرنسية تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى مستوياته عقب الهجوم الذي وقع في العاصمة الروسية موسكو قبل أيام. وقال رئيس الوزراء الفرنسي في منشور على موقع إكس إن القرار الذي يأتي قبل أشهر من استضافة باريس للألعاب الأولمبية اتخذ في ضوء إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم موسكو، فضلا عن التهديدات التي تلقي بظلالها على البلاد. ويسمح هذا التحذير الفرنسي باتخاذ تدابير أمنية استثنائية مثل تكثيف الدوريات للقوات المسلحة في الأماكن العامة والمواقع الحيوية. قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن حلف الناتو طرف فعلي في الحرب الدائرة بين موسكو وكييف. وأوضح باتروشيف أن حلف الناتو يعمل على تعزيز قدراته العسكرية على طول الحدود مع روسيا سعيا بما يهدد الأمن القومي الروسي. أفاد صندوق النقد الدولي بأن المراجعة ربع السنوية القادمة لبرنامج الصندوق الممدد لمصر ستكتمل بنهاية يونيو 2024، ومن المتوقع أن تسمح بتقديم 820 مليون دولار. وأوضح مسؤول في صندوق النقد الدولي أن المراجعات الرابعة إلى الثامنة ستتم كل 6 أشهر، وسيؤدي كل منها إلى صرف 1,300,000,000 دولار على أن تتم المراجعة الأخيرة في خريف عام 2026. كان صندوق النقد الدولي قد وافق على زيادة البرنامج الأصلي لمصر إلى 8 مليارات دولار. كشفت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي في البلاد بنسبة 16.64% في فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وسجل المعروض النقدي 9 تريليونات و120 مليار جنيه صعودا من 7 تريليونات و820 مليار جنيه قبل عام. أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات أولى جلسات شهر أبريل على ارتفاع جماعي، وزاد رأس المال السوقي للبورصة بنحو 78 مليار جنيه ليغلق عند 1,889,000,000 جنيه. وارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 5.26%، وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 3.72%، وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 4.9%. ارتفع نشاط قطاع الصناعات التحويلية الروسي في مارس بأسرع وتيرة في نحو 18 عاما مع نمو أعمال التصدير الجديدة للمرة الأولى في 5 أشهر. وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز لمدير المشتريات العالمي للتصنيع الروسي إلى 55.7 نقاط في مارس مقابل 54.7 نقاط في فبراير. واعتمد انتعاش القطاع منذ الأشهر الأولى للحرب في أوكرانيا إلى حد كبير على الطلب المحلي. تحسن النشاط الصناعي في اليابان خلال شهر مارس الماضي، لكنه وصل انكماشه للشهر العاشر على التوالي. وارتفع مؤشر مدير المشتريات في القطاع الصناعي إلى 48.2 نقطة في مارس، لكنه استمر من دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى الانكماش. وأوضح تقرير S&P Global أن الطلب العالمي ظل عائقا رئيسيا أمام القطاع الصناعي الياباني، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة للتصدير بأسرع وتيرة لها منذ فبراير من العام الماضي. قال وزير المالية التركي إن بلاده ستواصل تطبيق برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل بشكل حاسم، مع التركيز بشكل رئيسي على خفض التضخم وتحقيق النمو المستدام. وعقب الانتخابات المحلية أوضح أن الحكومة التركية ستعطي أولوية
لتوفير النفقات من خلال وضع ضوابط للإنفاق العام، بالإضافة إلى سياسة التشديد النقدي والقروض الانتقائية وسياسة الدخل من أجل الهبوط بالتضخم من دون 10%. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الصين وعدت باستيراد المزيد من المنتجات والخدمات عالية الجودة من فرنسا، مشيرا إلى أن باريس ستوفر بيئة عمل عادلة للشركات الصينية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، أعرب وانغ عن أمل بكين في ألا تكون سياسة الحد من المخاطر الأوروبية تستهدف دولا محددة ولا تنتهي قواعد منظمة التجارة العالمية. الصين ستستورد الكثير من المنتجات عالية الجودة من فرنسا، وترى أن الدولة الأوروبية ستوفر بيئة عمل عادلة للشركات الصينية. الواقع أثبت أن الصين تمثل فرصة وليست خطرا على أوروبا، وأن كلا الجانبين شريكان وليس منافسين. بكين تأمل ألا يكون الحد من المخاطر يستهدف دولا محددة، وفي الوقت نفسه لا ينبغي أن ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، ونؤكد أن فك الارتباط مع الصين هو الخطر الأكبر. سجلت الأسهم الصينية أكبر مكسب يومي لها في شهر بعد أن أشارت أحدث بيانات لنشاط الصناعات التحويلية إلى أن تعافي الاقتصاد يكتسب زخما. وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.19% في حين ارتفع مؤشر CSI 300 للأسهم القيادية بنسبة 1.64%، وحقق كلا المؤشرين أكبر مكاسبهما في يوم واحد منذ 29 من فبراير الماضي. رياضيا، يلاقي يوفنتوس ضيفه وغريمه لاتسيو في مباراة ذهاب الدور النصف النهائي من كأس إيطاليا. ومن المقرر أن تقام المباراة، مباراة الإياب بين الفريقين، في 23 من الشهر الجاري على ملعب الأولمبيكو. سعيا لتعويض خسارته منذ أيام، يستقبل يوفنتوس ضيفه لاتسيو في مباراة ذهاب الدور النصف النهائي من كأس إيطاليا. اليوفي الذي يعاني خلال السنوات الأخيرة كان قد خسر أمام لاتسيو بهدف نظيف في إطار الجولة 30 من عمر الدوري الإيطالي على ملعب الأولمبيكو. ويخوض المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري الموقعة وسط انتقادات بالجملة ضاعفت التقارير التي تتحدث عن رحيله، خاصة بسبب الشكوك حول حجز الفريق لمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا. فمع دخول الموسم الأمطار الأخيرة، وجد البيانكونيري نفسه يقاتل الآن من أجل التمسك فقط بالمركز الثالث، بعدما وصل الفارق بينه وبين ميلان الثاني إلى 6 نقاط نتيجة فوز الأخير على مضيفه فيورنتينا. ويدرك أليغري أن الفوز باللقب سيحفظ ماء الوجه وسيمنحه فرصة الاستمرار في منصبه إذا ترافق مع التأهل إلى الشامبيونز ليج الذي لن تتنازل عنه جماهير فريق السيدة العجوز. أما لاتسيو تحت قيادة الكرواتي إيغور تودور، فيبدأ المباراة سعياً لاستغلال الروح المعنوية العالية لتحقيق نتيجة تسهل من مهمته في مباراة الإياب. وكان إسقاط البيانكونيري في الكالتشيو وحصد 3 نقاط غالية قد أمن للاتسيو الاقتراب خطوة من آخر المراكز المؤهلة لتصفيات دور المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل. ويمتلك الفريق في جعبته 46 نقطة في المركز السابع في جدول الترتيب، خلف المركز السادس آخر المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية. وكانت إدارة لاتسيو قد قررت الاستعانة بجهود تودور بعد رحيل ماوريسيو ساري الذي استقال من منصبه نتيجة سلسلة من النتائج المتواضعة.
تأهل الإسباني روبرتو باوتيستا أوغوتي إلى الدورة 16 من بطولة إشتورال المفتوحة للتنس. فخلال البطولة المقامة في البرتغال تغلب أوغوتي على المصنف السادس الصربي ميومير كيكمانوفيتش بمجموعتين من دون رد بواقع 6-1 و7-5. كما تأهل النمساوي دومينيك تيم إلى الدورة 16، وعبور دومينيك تيم جاء بفضل فوزه على الألماني ماكسيليمان مارتيرير بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-1 و6-7، ثم فاز ب 6-4 خلال ساعتين و17 دقيقة من اللعب. الفوز هو الأول لثيم الذي سبق له الوصول للتصنيف الثالث عالميا ضمن بطولات رابطة المحترفين هذا العام. ختام النشرة وهذه التذكرة بالعناوين. منظمة المطبخ المركزية العالمية تعلق أنشطتها في قطاع غزة عقب مقتل 7 من موظفيها في استهداف إسرائيلي لسيارتهم. فرنسا تقترح مشروع قرار بمجلس الأمن يبحث خيارات لمراقبة أممية لهدنة محتملة في قطاع غزة. واليوم مجلس الأمن يعقد جلسة عاجلة بطلب من روسيا بشأن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.